من الخارج تتشابه هذه الكنيسة مع غيرها من الكنائس المنتشرة في ربوع مصر، لكن الاختلاف الأبرز أنها تتبع طائفة الأدفنتس، الطائفة الأقل عددا بين الطوائف المسيحية، ورغم اعتراف الدولة بها رسميا بعض الطوائف الأخرى لا تعترف بمسيحيتها. جئنا لنتعرف عليها وعلى هذه الطائفة عن قرب. تعتبر كنيسة الأدفنتست نفسها كنيسة عالمية، فيمكن لرئيس الطائفة أن يكون من أي جنسية أخرى. الرئيس الأخير برازيلي الجنسية، القس كليتون فيتوسا. ومن هذه النقطة نبدأ مع القس جوني نصر الله لنتعرف أكثر عن الطائفة. أهلا فندم. أهلا بحضرتك، تفضل. عايزين نعرف أكثر عن الأدفنتست في مصر. أولا هنبدأ بكلمة أدفنتست، هي كلمة لاتينية معناها مجيئين أو المؤمنين بالمجيء الثاني ليسوع المسيح. طائفة موجودة في مصر لأكثر من 100 سنة، عندنا كنائس منتشرة في أنحاء مختلفة من مصر. تقريبا في كم كنيسة في مصر للأدفنتست، وأيضا الطقوس في الكنائس هل هي مختلفة عن الكنائس الأخرى؟ إحنا عندنا حوالي 12 كنيسة موزعين في أماكن مختلفة من مصر، من الصعيد، من الأقصر ولحد الأسكندرية. الطقوس عندنا ما بننبعش طقس معين، احنا بننبع كلام السيد المسيح لما قال ان العابدون الحقيقيون يعبدون بالروح والحق. مفيش مذبح، مفيش اسرار كنسية كما في باقي الطوائف. بحسب الكتاب المقدس المذبح كان في العهد القديم هو المكان اللي بيقدم عليه الخاطي الذبيحة وبيعترف بخطيته، وده كان بيرمز للسيد المسيح. وقت ما جاء المسيح وقدم نفسه ذبيحة عنا، ما بقاش في نظام الذبائح. أما بالنسبة للأسرار الكنسية، إحنا ما عندناش أي سر، لأن الكتاب المقدس معلن وحق الله معلن وكل شيء واضح للإنسان. الله ما حجبش عننا أي أسرار. عقيدة الأدفنتست وطقوسها تبدو مختلفة عن باقي الكنائس الرئيسية في مصر، وهو ما دفعنا للتعرف على نظرة بعضها لهم. كيف تنظر الكنيسة الكاثوليكية للأقباط الأدفنتست؟ هي ليست معترف بها ككنيسة بالمعنى الرسولي للكلمة، يعني ما هي زي الكنائس الكاثوليكية أو الأرثوذكسية بشقيها الشرقي والروم الأرثوذكس، ولكنها جماعات مسيحية زي ما أي مجموعة، أي كم عيلة ممكن يجمعوا يعملوا درس كتاب مقدس وإلى آخره. فالكنيسة لا تنظر بريبة ولكن تنظر بانفتاح على هذه الجماعات. الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد والإيمان بكلامه هو نقطة الاتفاق الجامعة بين الأدفنتست وغيرها من الطوائف، لكن الأدفنتست لها تقاليد خاصة تلتزم بها. إيه الحاجات اللي بتميز الأدفنتست في مصر عن باقي الطوائف الأخرى؟ بنمتنع عن شرب الخمور، الكحوليات، بنمتنع عن بعض الأطعمة الضارة اللي بيذكرها الكتاب المقدس ومنها لحم الخنزير، التدخين، أي شيء بيضر بجسد الإنسان بيأثر عليه جسديا أو عقليا أو روحيا، بنتجنب الأشياء دي بالكامل. بين زحام القاهرة بمسلميها ومسيحيها من الكنائس الرئيسية كالكاثوليك والأرثوذكس، يذوب أفراد الطائفة الذين لا يتجاوزون 1000 شخص بين أكثر من 90 مليون مصري لا يعرف عنهم كثيرون حتى من بين مسيحي مصر. من القاهرة هاشم مناع، اليوم على الحرة.